يروح حاسين في الشو. تعال ولا هشام يكن احد رموز نادي الزمالك. عايزين نعرف راي حضرتك النهارده في الوقفه اللي عملها الجمهور. طبعا يعني لهم العذر، يعني جمهور نادي الزمالك بقاله سنين ما فرحش، وده الاسباب انا شايفها انها متعلقه بالاداره، باداره النادي، باداره اللعبه، باداره بحاجه كتير جدا، اخطاء موجوده كتير جدا موجوده، ودي نتيجه طبعا عدم الثقافه الرياضيه اللي موجوده عند هؤلاء المسؤولين، حتى نفسهم الرياضيين اللي موجودين في مجلس الاداره نفسهم الثقافه بتاعتهم في الاداره وحشه. تعال بص يا رياض.